بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط وفي الشمال الغربي لمصر وعلى بعد 12 كيلو مترا من منطقة الضبعة، يتألق مطار العلمين بموقعه المتميز والذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي. وتولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا للنهوض به ليتكامل مع خطة التنمية الشاملة 2030، حيث شهد مطار العلمين أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية لتصل طاقته الكلية إلى 1,000,000 راكب سنوياً، كما تمت إنارة الممرات بمنظومة جديدة ورفع كفاءة ساحة انتظار السيارات لتستوعب 400 سيارة و150 أتوبيس. ويتمتع المطار بتصميم حديث من الخارج يمتاز بالأناقة والبساطة، كما نجد من الداخل استخدامات فنية للإضاءة والألوان، بالإضافة للتصميم الواسع والمفتوح مما يعزز الراحة النفسية للمسافرين. كما يستعد المطار لاستقبال وفود النسخة الأولى من فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt International Air Show 2024، والذي تشارك في فعالياته أكثر من 250 شركة عالمية وإقليمية. ومن المقرر أن يشتمل المعرض على عرض مفتوح لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي، بالإضافة إلى عروض جوية مثيرة، مما يؤكد حرص مصر على أن تصبح مركزاً متميزاً وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء. Ancient history to pristine shores, tourism's heartbeat, this land adores. Step off the plane, feel the warm desert breeze, embrace the enchantment, let your worries ease. Here amidst it all, a majestic sight. Secrets day and night, Al-Alamein Airport, where dreams take flight, a haven for travelers seeking delight. From ancient history to pristine shores.